عايز اعرف من حضرتك ازاي شركات التأمين او ازاي قطاع التأمين يقدر يستفيد من طرح الشركات الحكومية في البورصة. بادئ زي بدء برنامج الطروحات الحكومية واللي الحكومة اعلنت عنه واللي يشمل 23 شركة من مختلف القطاعات تتجاوز قيمتها 80 مليار جنيه. دي فرص ذهبية لقطاع التأمين، وده يتواكب مع قرار زيادة نسبة الاستثمار في الأوراق المالية لشركات التأمين من 30% لـ40%. المعروف ان سوق الأوراق المالية كان بيفتقد البضاعة الجيدة، مع برنامج الطروحات الحكومية ده هينشط سوق الأوراق المالية، هيساعد قطاع التأمين اللي بيتوفر فيه سيولة عالية جدا ان يبدأ يزود نسبة المستثمر في الأوراق المالية، وخصوصا ان شركات من مختلف القطاعات، وده هيزيد من برضو فرص لقطاع التأمين في انه بمجرد ان هيشتري هيبدأ يفكر في التغطيات التأمينية لهذه الشركات. فبالتالي هي شركة تأمين او قطاع التأمين بيقوم بدورين، دور استثمار ودور تقديم التغطيات التأمينية. ده برضو هيساعده على زيادة الجانب بتاع الجانب التأمين بالإضافة لجانب الأوراق المالية.